في بيان الحقيقة صدر من الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تداولت في الفترة الأخيرة ادعاءات كاذبة بتتعلق بما يتم تحصيله من رسوم على المسافرين عبر منفذ رفح من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، معتمدة على مصادر مجهلة وفردية ودون أي توثيق لها. ونفى الدكتور رشوان بصورة قاطعة مزاعم التحصيل الرسمي لأي رسوم إضافية على القادمين من غزة، وكذلك ادعاءات تقاضي أي جهة غير رسمية لأي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية. وأوضح أن ما يتم تحصيله من الجهات الرسمية هو فقط الرسوم المقررة طبقاً للقوانين المصرية المنظمة لعمل المعبر من قبل هيئة الموانئ البرية، وهي ثابتة ولم تطرأ عليها أي زيادة مطلقة. أضاف أيضاً رشوان بأنه منذ بدء دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية والوقود إلى الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة عبر منفذ رفح، لا تقل مساهمة مصر في هذه المساعدات عن 70%، وهي تصل حالياً يومياً إلى ما يزيد عن 150 شاحنة، منهم 6 شاحنات وقود. وبالتالي مش من المنطقي أن مصر تقوم بهذا العمل العظيم وحتواصل كمان في الفترة القادمة وستسعى لزيادته، إنها طبعا ده في إطار إن احنا بندعم القضية الفلسطينية وبنخفف من معاناة أشقائنا الفلسطينيين. أكيد مش المنطقي إنه بعد هذه الأعمال العظيمة اللي قام بها الدور المصري إنها تسعى لإضافة أي أعباء عليهم، وهو طبعا في الظروف الكارثية اللي بيعيشها طبعا الشعب الفلسطيني. وطبعا بيحاول أكيد الجانب الإسرائيلي إن هو يروج لإدعاءات إنها طبعا تقول إن مصر لم تفعل ذلك. وأوضح رئيس هيئة الاستعلامات أنه في إطار قيام مصر بواجبها القومي المتواصل تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين، فهي لم تحصل على أي رسوم تحت أي بند منهم بعد دخولهم البلاد، سواء للعلاج أو الإقامة أو حتى انتقالاتهم داخل البلاد وحتى سفر البعض منهم إلى الخارج. وأكد الدكتور رشوان أنه مصر رفضت بصورة قاطعة ونهائية منذ بداية العدوان الإسرائيلي على غزة الاستجابة أو الرضوخ لكل الضغوط والمغريات الاقتصادية والمالية للقبول بتصفية القضية الفلسطينية أو التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين خارج أراضيهم أو داخلها مقابل أي إعفاءات أو تسهيلات مادية، وإنه ما يتم ترويجه من قبل البعض حاليا بيتنافى تماما مع الموقف المصري الثابت والنهائي الرافض للمتاجرة بالأشقاء الفلسطينيين والمتاجرة بقضيتهم اللي بتعتبر طبعا مصر قضية الحقيقة مصرية. وناشد رشوان كل الأشقاء الفلسطينيين في حال تعرضهم للابتزاز أو الضغط في معبر رفح من أي متربح بقضيتهم الإخطار الفوري للجهات الأمنية المصرية المتواجدة في المعبر لاتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة والفورية اتجاه هذه الوقائع والقائمين عليها.